اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ في هناك سر خفي الحقيقه بيننا وايمن جلبرتو وكريم سعيد ومحمد جمال واحمد ثابت، مش هقدر اقوله لحضراتكم عشان يعني مش هيقدر اقوله دلوقتي، فبعدين هنبقى اقوله لحضراتكم. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. 24 ساعه عدت؟ عدت والحمد لله، نستنى 24 ساعه الجايه. طيب خلينا نبدا بيك يا احمد وقول لي اخبار المباراه ايه من وجهه نظرك. اول، انت معاك نتائج كل المباريات اللي اتلعبت في دوري ابطال افريقيا، لو تقدر تقولها لنا. تمام. طبعا بدايه انا شايف بدايه كويسه جدا. قبل البدايه قول لنا النتائج. النتائج المباريات في المباريات كلها. يمكن اول حاجه المريخ السوداني مع اهلي طرابلس الليبي. أوكي. المريخ السوداني كسب في السودان 2-0. اوكي. المباراة الثانية يانج افريكانز التنزاني اتعادل مع الهلال السوداني 1-1 في تنزانيا. اوكي. المباراة الثالثة بطل توجو مع الهلال في السودان. بطل توجو مع شبيبة القبائل في توجو 2-1 لشبيبة القبائل. بترو اتليكو الانجولي وفريق بتل جنوب افريقيا كيب تاون 3-0 لبترو اتليكو. اوكي. الرجاء المغربي كسب بطل النيجر في النيجر 2-0. قدامنا النتائج على الشاشة اهي. فيعتبر الرجاء خلاص يعني صعد 2-0 بره ملعبه. اوكي. برضه بتشوف الفرق اللي كسبت بره ملعبها مين، بتعرف ان الفريق ده عنده شخصيه بطل نوعا ما. يعني شبيبه القبائل كسب بره ملعبه، الرجاء كسب بره ملعبه. اوكي. مازيمبي تعادل 0-0 مع بطل اوغندا. النادي الاهلي طبعا كسب الاتحاد المنستيري 1-0. بص بقى على نتيجه سان داونز كسب 7-0، كسب بطل سيشل 7-0. نتيجه كبيره، اكبر نتيجه في مباراه دور ال 32. الترجي التونسي خسر من بطل نيجيريا 2-1 في نيجيريا. الوداد المغربي خسر من ريفرز برضو النيجيري 2-1 في نيجيريا. بس طبعا الوداد والترجي عندهم فرصه ان 1-0 يصعدوا على ملعبهم. بريميرو دو اغوستو الانجولي خسر من سيمبا التنزاني 3-1 في انجولا. يعني سيمبا كسب الثلاثه بره ملعبها. اوكي. حريه الغاني كسب اسيك موموزا بره ملعبه 1-0، برضه من الفرق اللي كسبت بره ملعبها. نادي الزمالك كسب 1-0، بس المباراه في القاهره يعني. طبعا لكن هي تعتبر خارج القاهره، لكن المباراه تم اقامتها في القاهره. شباب بلوزداد خسر من دجوليبا المالي 2-1. فيعتبر المباراه الفرق اللي كسبت بره ملعبها حريه الغيني، سيمبا التنزاني، سان داونز، النادي الاهلي، الرجاء المغربي، بترو اتليكو، شبيبه القبائل. دي الفرق اللي هي كسبت. وعلى فكره التصنيف لو الفرق فضلت ماشيه كده او يعني ما حصلش مفاجاه من المفاجات، التصنيف الاول هيبقى النادي الاهلي في دور المجموعات، النادي الاهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي. ده التصنيف الاول. التصنيف قولوا لنا تاني لو سمحت. الاهلي والوداد والترجي والرجاء. ده التصنيف الأهلي الاول. الاهلي والوداد والترجي والرجاء دول الاربعه اللي في التصنيف الاول. لو ما حصلش اي مفاجات والنتائج مش طبعا زي ما هي، ده متوقع طبعا. اوكي. التصنيف الثاني سان داونز، مازيمبي، الزمالك، حريه. اوكي. يعني مثلا لو يعني كده ممكن اهلي وزمالك لو في دوري، لو ان شاء الله ربنا كرمنا وصلنا والزمالك وصل لدور المجموعات، يبقى من الممكن ممكن ان احنا نبقى في مجموعه واحده. ممكن دي في السنين الاخيره كان يعني طبيعي الموضوع ده كان مكرر، يعني كان على طول الاهلي تصنيف اول والزمالك في التصنيف الثاني، فكان دايما الفرص ان الاهلي والزمالك يبقوا في مجموعه واحده موجوده في اخر كام سنه. ممكن يبقى معاك سان داونز برضه تاني او ثالث او رابع او خامس او عاشر برضه. لكن الهلال والمريخ ما يبقوش مع بعض، والوداد والرجاء ما يبقوش مع بعض، لانهم في تصنيف واحد. لكن بالزبط. النادي الاهلي يبقى مع الزمالك في مجموعه واحده. لان الزمالك تصنيف تاني والنادي الاهلي تصنيف اول. فاهم؟ فدي دي ابرز النتائج اللي حصلت يعني. طيب نتكلم عن المباراه يا ايمن. طبعا المباراه يعني نقدر نقول هي مباراه جيده كبدايه. قبل بس نتكلم عن المباراه، عندك اي حاجه في هذا يعني اي مفاجاه في هذا الامر؟ لا طبعا نتيجه سان داونز يعني بعيدا ان هي مفاجاه، فكره 7-0 طبعا يعني نتيجه كبيره جدا. أوكي. في دور 32، بس سان داونز يعني هو مشروعه مكمل. أوكي. فريق مميز. طبعا خسائر، فكره خساره الترجي والوداد بره ملعبهم طبعا ممكن تبقى مفاجاه من فرق في نيجيريا، ولكن فكره انهم برضو سجلوا خارج الارض ده معناه ان عندهم فرص ان هم يبقوا موجودين. فمن وجهه نظري هيبقى صعب قوي في الماتش، يعني ماتشات الاياب يبقى في مفاجات، الا اعتقد فريق الليبي اهلي طرابلس والمريخ، لان طبعا الاياب هيبقى في ليبيا، وارد طبعا الاهلي الليبي لو لعب بجماهير، اعتقد انه هيلعب بجماهير، وارد يقدر يعمل مفاجاه ويحول خسارته من 2-0 ان هو يكسب 3-0، يعني ممكن. بس دي من وجهه نظري هي اقرب حاجه
الممكن تطلع. اعتقد برضو احنا مبسوطين لفرقه زي بيترو اتلتيكو بقى للسنه الثانيه قريبه للدوري المجموعات وبنتائج جيده، جيلبرتو كوجوده كمدير رياضي، فدي حاجه تسعدني شخصيا، واعتقد كاهلاويه طبعا مبسوطين ان جيلبرتو ممكن نلاقيه في مصر في المجموعات مثلا طبعا. مع الاهلي او الزمالك، او ان هم مكملين زي ما تاهلوا لربع النهائي الموسم الماضي، تبقى حاجه كويسه لان جيلبرتو طبعا من العلامات في تاريخ النادي الاهلي يعني. طيب احمد خليني ابدا معاك بالنادي الاهلي والمباراه. خلينا الاول نقول ان احنا كده عدينا الشوط الاول، لسه عندنا الشوط الثاني في القاهره هنا يوم السبت ان شاء الله. بالتاكيد بدايه جيده جدا للنادي الاهلي. انا يمكن هنا اتكلمت وقلت الاسبوع اللي فات ان المباراه دي بالنسبه لمارسيل كولر، قلت حاجات كتير الاسبوع اللي فات. مباراه يعني مباراه صعبه بالنسبه له، ان انت كمدير فني لسه ماسك بقالك شهر وجاي بتلعب في بطوله دوري ابطال افريقيا، عامل فتره اعداد طبعا قفل على الفرقه بشكل كويس، بتلعب مع فريق يعني انا اقدر اقول ان نفس يعني شايف فيه نفس بدايه فايلر يعني ان شاء الله يعني. فايلر على فكره بدا بكانوسبور في بطل غينيا، كسب 2-0 في غينيا، وبعد كده لعب الزمالك في السوبر كسب الزمالك 3-2، فنفس البدايه يعني. هو برضه هنا بدا، بس هو بدا مع فرقه اقوى، الاتحاد المنستيري، بتلعب الاتحاد المنستيري في تونس. عجبني بصراحه ان المدرب مارسيل كولر كورته هجوميه، عنده فكر هجومي، عنده شخصيه، التنظيم بتاع الفرقه، وقفتنا في الملعب شكلها كويس. انا ما اقدرش اقول لك ان دي بصمات مدرب من اول ماتش او كده، لكن انا اقدر اقول لك ان الوقفه بتاعتنا شكلها كويس، الفرقه فيها شخصيه، المدرب عقليته هجوميه، المدرب عايز يلعب كره حلوه، بدليل هو مختار عندنا احسن اثنين مساكين بيلعبوا او بيحضروا كره من تحت، محمود متولي في التشكيل، ومن احسن اثنين يعني محمود متولي ومحمد عبد المنعم. نتكلم بشكل عام احسن، مش عايزين نتكلم تفصيليا على فده دليل ايه برضو ان الراجل عايز يبني الهجمه، اوكي، عايز يلعب بمهاجم وهمي، وعايز عايز يلعب كوره يعني، عايز يلعب ايه يعني، بيلعب كوره ايه، عايز يلعب كوره هجوميه. حتى التغييرات يا كابتن اسلام، محمد شريف، حسام حسن، قفشه بره ملعبك اوكي في تونس، بتعمل ثلاث تغييرات، ثلاثه مهاجمين، لا والنتيجه كانت 0-0 كمان، خلي بالك، والبصمه الموجوده في الضربات الثابته من اول مباراه، واضح ان في تفاصيل يعني تفاصيل في شغل يعني، في واضح ان الراجل ما اقدرش اقول لك ان دي يعني ايه، ان دي حاجه مميزه في المدرب، ولكن في ملامح، حاجات باينه ان الراجل بصراحه قافل على الفرقه بشكل كويس، منظم جدا، شخصيته هجوميه، وبيلعب كره كويس. اوكي، دي ابرز حاجه طبعا، ده الكلام اللطيف، ده الكلام اللطيف، بره التفاصيل، بتكسب بره ملعبك، دي حاجه كويسه، دي حاجه احنا كنا مفتقدينها يعني. انت حتى لو بتبص كل البلاد او الفرق اللي بتلعب في دوري ابطال افريقيا في دوري في ذهاب دوري ال 32 اكيد بتبص على النتائج طبعا، ما بتشوفش طبعا كل الماتشات، مش كل الناس بتشوف كل يعني، انا ما شفتش كل الماتشات حضرتك، ايوه شفت، ولكن قلنا ان الرجاء كسب، ان فلان كسب، ان الفريق كسب، الفريق ده كسب، وبالتالي هي دي الفرق دايما اللي بتبقى مرشحه. صح، كمان لو بصيت على الاحصائيات بتاعت الماتش هتلاقي النادي الاهلي تفوق في كل حاجه، انت استحواذك افضل، محاولاتك افضل حقيقي. ممكن الناس تقول لك طب الاتحاد المنستيري فرقه بتنافس الترجي، نفس الترجي السنه اللي فاتت لاخر الدوري يعني، انت برضو في دور ال 32 حظنا ما كانش كويس ان انت بتقابل فرقه قويه زي الاتحاد المنستيري، او فرقه تعتبر يعني دي صعد على حساب النجم الساحلي بتاريخها، وعلى حساب الصفاقس التونسي في تونس. استحواذ النادي الاهلي اهو قدامنا الارقام، 61% مقابل 39%، ده بره ملعبك، محاولاتك 8 منهم 3 صح، الاهداف المتوقعه 1.2، الاهداف المتوقعه يعني كل ما بيعملوا احصائيه، كل ما بتقرب من المرمى كل ما بتاخد نقط اكتر. صحيح، فالنادي الاهلي احصائيته الاهداف المتوقعه الاكسبكتد جولز بتاعته 1.2 يعني 1.2، اوكي، جاب منهم واحد، فدي نسبه كويسه. بس دي برضو بتاكد ان احنا لسه صنعت 7 فرص، محتاجين برضو لسه نزود معدل، لازم يكون لسه عندنا اول مباراه لسه بنشوف شراسه اكتر كمان، لكن الفرقه الثانيه الاتحاد المنستيني صنعت فرصه واحده بس، اوكي، التمريرات انت عامل 523 تمريره، ده بياكد ان انت معدي ال 500 تمريره بره ملعبك وفي وسط جماهير التونسيه، ارض الملعب برضو ما كانتش افضل حاجه، دي صحيح، دي حاجه كويسه فدي حاجه كويسه. كمان المراوغات النهارده انت عامل 14 مراوغه ناجحه من 16، استعاده الكوره 104، الاتحاد المنستيري 108، المخالفات 15 19، الحاجه بس اللي برضو الركنيات، ما ينفعش يبقى عندنا ميزه
لعيب زي محمد عبد المنعم وعلي معلول بيرفعه واحنا ما بناخدش ركنيات، لازم لعيبه برضو محمد عبد المنعم بدماغه وعلي بيرفع، وعلي بيرفع عندنا ميزه الضربات الركنيه، لازم يكون عندنا في الماتشات اللي زي دي ان اللعيبه برضو ممكن احصل على ضربات ركنيه من لعب سهله لما الكره تبقى على الجنب سواء الباك رايت او الباك ليفت، ممكن احصل على ضربات ركنيه اخلص بيها الماتش. ايمن، الاستحواذ هو الشيء المميز في هذه المباراه، وهو الناس كلها اتكلمت في هذا الامر ان هو شيء 61 او انا اسف 61 39، وبالتالي من الواضح انها قد تكون طريقه لعب، ولا عشان دي بدايه موسم؟ لا، من الواضح ان هي يعني اكيد طريقه يعني وكل اغلب الفرق الكبرى بتلعب بهذا الشكل بالظبط. يعني نشوف مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا بينزل بره ملعبه او على ملعبه بيفرض سيطرته، بيفرض طريقته، لان ده الطبيعي. فالنادي الاهلي طبعا هو دي ميزه طبعا ايجابيه جدا، يعني زي ما بنقول كده بناخد احنا بناخد اللي ايه حاجه من على الوش. احنا طبعا تفاصيل ما يعني التفاصيل دي يعني لسه أحسن. هتتطور. بس خلي بالك انا بشوف ان حتى لما تيجي تتكلم على التفاصيل ما تزعلش مني، لسه اول ماتش، اول ماتش يا جماعه بالزبط. يعني اللي يقول لك اصل علي عمل الكره بايديه كده فكان عملها فدي الطريق، لا انا بشوف ده اول مباراه لسه، يعني الجمله بتبان ايه مع تكرارها خمس بالزبط. ست مرات في المباراه في ست سبع مباريات بالظبط كده. فاحنا مش عايزين الناس برضو دي حاجه اسمها جمله، معلش يعني ما احنا عايزين بنقول للناس ايه، مش عايزين نغلط غلطات كجمهور او كناس بتحلل في النادي الاهلي، اللي هي الغلطات بتاعه ان التقييم يبقى سريع سواء تقييم ايجابي او سلبي. برافو عليك، هو دي بقى بالظبط كده، هو دي النقطه. فاحنا بس كل بنعمل ايه، بنحط اللي هو ايه النقط كده بالظبط، ايه اللي بالزبط. حصل هنتات ان النادي الاهلي بالظبط ان النادي الاهلي اللي شفناه منه امبارح ده حاجه جيده جدا. ليه حاجه جيده جدا؟ لانها مباراه في بدايه موسم بعد موسم كان مضغوط جدا وخدنا فتره راحه، بعد كان عندنا كم عدد من اللاعبين مصابين ابتدوا يرجعوا مع تغيير جهاز فني، مع ان ظروف المباراه نفسها انت بتلعب منافس قوي من اقوى المنافسين اللي موجودين في دور ال 32، بتلعب خارج ملعبك، بتلعب قصاد جمهور، فلما بتشوف شكل الفريق وهو واقف على رجله زي ما احمد كده قال، الوقفه في الملعب نفسها وقفه كويسه، نسبه التمرير دي لما تبقى بهذا الكم اللي هي بتترجم بعد كده للاستحواذ اللي حضرتك قلت عليه، فالنهارده لما بتبقى معدي ال 500 تمريره زي ما قلنا في ارضيه ملعب مش في افضل حالتها يعني مظبوط، فده معناه ان تقريبا النسبه دي عم نتكلم فوق ال 80% نسبه التمريرات صحيحه، فدي حاجه كويسه جدا. المراوغات نفسها، قرار المراوغه لما تاخد 16 قرار لان انت تعدي واحد على واحد بتنجح في 14 منهم، ده معناه ان الامور سهله. استعاده الكره ان انت الاهلي كمان يعني بنسبه الاستحواذ حتى في وقت التحليل كان بيتقال ان الاهلي في اخر ربع ساعه في الشوط الاولاني الفرقه التونسيه كانت هي اللي ماسكه كره اكتر، لكن برضو في هذا التوقيت النادي الاهلي كنسبه استحواذ ما خسرهاش، النادي الاهلي فاز بنسبه الاستحواذ في كل اجزاء المباراه ما خسرهاش خالص. فدي كلها حاجات ايجابيه نبني عليها المباراه العوده، ده حاجه كويسه، فرصه ان احنا النهارده برونو ياخد على الفرقه اكتر، شادي حسين ياخد على الفرقه اكتر، اكرم توفيق عودته مهمه جدا وطمنا عليه الحمد لله بعد اصابه طويله واصابه قويه، مش من السهل ان يعني نرجع ان اللعيب لما يرجع ما شاء الله عليه. فدي كلها مكتسبات نبني عليها، معانا كمان عدد من اللاعبين هيبتدوا ياخدوا فرص في المباريات اللي جايه، خصوصا الدوري كمان بعد اعلان ترتيب المباريات ولسه ما اعلنش المواعيد، ولكن متوقع ان الاهلي بعد ما يلعب مباراه يوم 15 الاياب تقريبا 3 4 ايام ويلعب مباراه الاسماعيلي، بعديها ب 3 4 ايام يلعب مباراه اسوان، ثم يطير الامارات لمواجهه الزمالك، فيبقى برده عندك عدد مباريات في توقيت قليل، فتقدر النهارده تستفيد بجاهزيه كل لعيبتك. فاعتقد دي مكتسبات جيده نبني عليها، ولكن بدون افراط في ثقه، بدون افراط في فرحه، بدون ان احنا تعلمنا يعني بهدوء. منظومه الاهلي محتاجه للهدوء الحقيقه. المدير الفني السي في بتاعه قوي، يستحق مننا ان احنا نقف في ظهره. بالظبط كده. مجموعه اللاعبين السكواد اللي موجود بعيدا عن صفقات كتيره ولا صفقات قليله هنقف في ظهرهم، هنقف في ظهرهم، والباقي بقى هنشوفه بقيه الموسم. هل الكلام ده بالنسبه لنا هو كلام منطقي ولا لا يا احمد؟ لا، كلام منطقي طبعا. يعني انت النهارده يعني لازم كلنا طبعا نكون واقفين ورا الجهاز الفني واللعيبه، انت اللعيبه دي خلاص انت مكمل بيهم. بعدين انت اصلا انت عندك من شهر 10 او من شهر يعني احنا في شهر اكتوبر لغايه شهر 12 الحكايه كلها 3 شهور، انت عندك 7 او 8 ماتشات في الدوري في الفتره دي وماتش السوبر، ومفيش خلاص حتى ماتش دوري ابطال افريقيا دور المجموعات،
يعني الناس اللي هي في الصفقات، حتى لو الفرقه احتاجت، انا بقول حتى لو احتاجنا صفقات هتبقى في يناير. هو الموضوع كله 7 أو 8 مباريات في الدوري وماتش في السوبر بس، انت خلاص يعني قدامك ماتش الاتحاد المنستيري، ومن بدايه دور المجموعات هيبقى في فبراير. فهي الموضوع كله 6 أو 7 مباريات في الدوري، يقدر المدرب يكون برضو عارف الفرقه اكتر، حفظ اللعيبه، عارف مستويات اللعيبه كلها، يكون دخل شادي ويكون دخل برونو سافيو ويكون دخل مصطفى ميسي مع اللعيبه اللي ممكن تدعم بيهم من الشباب اللي ممكن ياخدوا فرص. فاعتقد ان يعني ان شاء الله الفتره الجايه هتكون افضل للنادي الاهلي، ولازم كلنا الفتره دي نكون واقفين يعني في ظهر النادي طبعا، وجمهور النادي الاهلي دايما وفي ورا النادي في كل الفترات. المهم يعني يا كابتن اسلام، يعني ان شاء الله يوم السبت طبعا احنا مستنيين قرار اللي هو عدد الجماهير اللي هيبقى موجود في مباراه الاتحاد المنستيري، يمكن لسه ما اعلنش عنه. فنتمنى ان هو يعني اعتقد نادي الزمالك لانه لعب قبل النادي الاهلي مباراه في دور ال 64 كان في اعتقد موافقه على وقتها 10,000، فممكن يبقى في نفس الموافقه للنادي الاهلي 10,000 مشجع في مباراته امام الاتحاد المنستيري. ففرصه جيده ان جمهور النادي الاهلي يبقى موجود 10,000 في ملعب استاد السلام، ده بيبقى عدد كويس جدا. حتى كولر نفسه يبتدي يتعرف على جماهير النادي الاهلي ويشوف شعبيه النادي الاهلي. اللعيبه نفسها في بدايه الموسم لما بتشوف الجمهور موجود في الاستاد والجمهور بيدعمها، ده بيفرق، خصوصا نتيجه مباراه الذهاب جيده جدا، فتقدر من خلال نتيجه مباراه الاياب تبني للمرحله اللي جايه. وده وقت خلص الموسم اللي فات خلص بحلو بمر بكل حاجه، دلوقتي ده وقت الموسم الجديد. ف نتمنى ان شاء الله، احنا منتظرين طبعا اكيد مخاطبات الاداره للجهات الامنيه عشان نعرف عدد الجماهير، ومن خلاله وقت ما يتم طرح التذاكر زي ما بتخلص كده في لمح البصر، تخلص دي كمان في اول مباراه في الموسم لحد ما نبتدي ضربه البدايه اللي هتكون في الدوري امام النادي الاسماعيلي. فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الراي الفني من احمد ثابت وايمن جلبرتو فيما يخص هذه المباراه، ولكن على الشاشه هذه المره. احمد وايمن، يعني ابدا بيكم النهارده في بعض الحالات اللي حضراتكم جبتوها لنا. يمكن اول حاجه طبعا دي حاجه ملامح، حاجات اوليه خالص لمارسيل كولر، يعني ممكن تتغير بكره او يعني مش بكره، الماتش الجاي يعني حاجات بس كده من بعض الحاجات، البصمات الصغيره كده في الماتش الاولاني، ان هو وفي لا مركزيه في الجزء الامامي. أوكي. يعني طبعا احنا كنا بنلعب الاربعه اللي قدام، سواء شادي حسين وبرونو سافيو وطاهر واحمد عبد القادر. برونو سافيو مفترض ان هو صانع الالعاب، لكن كنا بنشوف مثلا في بعض الاوقات طاهر هو اللي بينزل، هو ينزل يستلم في المساحات اللي هي الهاف سبيس ما بين في الزون 14 او ما بين المساكين او في الحته الهاف سبيس، بينزل هو يستلم وسافيو هو اللي بيروح ناحيه اليمين، رغم ان هو على الورق هو مثلا كان صانع الالعاب. وشادي حسين بيفتح ناحيه الشمال كمهاجم وهمي، بيفتح بيتحرك على الاطراف ويبدا يفتح المساحات لمين؟ لعبد القادر ولسافيو ولطاهر. هنا طاهر في الحته دي هو ايه؟ هو جاي من العمق. يعني هنا برضو مين؟ شادي حسين رايح ناحية الشمال، رغم انه على الورق هو راس الحربة، عشان التلاتة انتشار هجومي ممتاز، الاربعة قدام سواء شادي سواء طاهر سواء عبد القادر سواء سافيو. سافيو على الورق صانع العاب، بيروح كمهاجم تاني قدام، ولكن سافيو هنا زي ما احنا شايفين بيروح ناحية اليمين، اول لما طاهر بيخش جوه سافيو بيروح ناحية اليمين. حتى نأكد الكلام ده برضو نفس الكلام هنا، حتى لما نزل حسام حسن في الشوط الثاني، حسام حسن نزل راح ناحية الشمال، هو اللي في العمق، وشريف قدام. يعني بص حسام حسن فين؟ يعتبر جناح بيتحول لمهاجم تاني، ليفت انسايد فورورد، جناح بيتحول لمهاجم. ادي الشكل اهو، وادي اللامركزيه، ادي طاهر ناحيه اليمين وقفشه وشريف وحسام حسن. ايوه طبعا استكمالا لكلام ثابت، لو تفتكر يا كابتن اسلام الحلقه اللي قبل المباراه اتكلمنا عن الاتحاد المنستيري ان هو احنا شفناه بيهاجم لما كان بيلاعب الفريق اللي قبل الفريق الاوغندي اعتقد قبل النادي الاهلي، وقلنا ان هو ممكن طريقته تختلف. اللي خلى برضو في الناس كانت بعض الناس تقول الاهلي فين الشراسه الهجوميه، فريق الاتحاد المنستيري كانوا واقفين دفاعيا بشكل قوي. مظبوط، النهارده 5-4-1 بالظبط كده. فزي ما احمد كان بيقول من المميزات، ودي حاجه هتلخبط الامور ولخبط الورق، ان احنا على الورق برونو سافيو بلاي ميكر، لكن مش شرط في الماتش يلعب بلاي ميكر. طاهر كان في الجناح مش شرط، فدي حاجه كويسه ان اللعيبه النهارده عدم وضوح مراكزها بشكل كويس، ده معناه ان هو يقدر يستخدمهم وفقا للمباريات ويغير الطريقه بشكل يعني بشكل سلس، فدي حاجه هتبقى ايجابيه. وكمان النهارده ما حدش يقدر يقرا
طريقة الراجل بسهولة أو الكلام ده، فيبقى عنده مفاجآت كتير يعني. تمام، نبص بعد كده على سافيو. لو اتكلمنا برضو على سافيو، سافيو طبعا أول مباراة لي لعيب برازيلي كان بيلعب في يعني في دوري بوليفيا، في بوليفيا أمريكا اللاتينية مع مجموعة لعيبة مختلفة، بيجي مصر بيلعب مع فكر مختلف، لعيبة فكر مختلف لسه ما اندمجش معاها، لكن قدم، نقدر نقول له قدم شوط أول جيد مع النادي الأهلي سواء في بلاي ميكر، وكمان بنشوف ان هو كان بيتطرف ناحية الشمال وعمل جبهة مع معلول وعبد القادر، تمريراته فيها لمسة حلوة. معرفش ليه يا كابتن إسلام ممكن حد يطلع في أول مباراة حتى لو هو عايز يدي سافيو 0 من 10، مفيش مشكلة اديله 0 من 10، ولكن ليه يبقى في تهكم عليه؟ ليه يبقى في سخرية منه؟ ليه يبقى في كلمات تبدو وكأنها عنصرية ضد اللاعب؟ حاجة صعبة جدا، وأكيد بالطبع أكيد في مسؤولين وفي مجلس أعلى إعلام هو ممكن يحقق في الموضوع زي وشكاوي النادي الأهلي الكتير، ولو في غلط اكيد لازم تحاسب لان اللعيب ظهر بشكل كويس يعني ما نقدرش، لا ملهاش علاقه الملعب ملوش علاقه بالكلام اللي حتى بتقوله. لو نفترض انا تقييمي وحش صفر يعني ملهاش علاقه، ما ينفعش اقول حتى لو ما بيلعبش في الاهلي بالظبط، ما ينفعش اقول الكلمات او اختار الكلمات اللي توحي ان في تقليل منه لمجرد كمان ان هو اجنبي، ممكن يبقى في مخيله البعض ان هو مش هيسمعنا، انا ممكن اتريق عليه وهو مش هيسمع او مش هيفهم او محدش هينقله، فده يبقى غلط. فالنهارده اعتقد برونو سافيو ممكن نعرض يعني دي لقطات ليه، ممكن نعرض ارقامه، نستعرض ارقامه يعني، هو حتى عمل الفنت بتاع الكعب بتاعه ده كان جميل وكمل مع عبد القادر وعملوا هجمه كويسه، فنقدر نبني عليه ان هو كان دايما كمان ايمن بيروح ناحيه الشمال دايما تحس حتى في الخريطه الحراريه لو جبنا بتاعته الخريطه الحراريه دايما تلاقيه بيجمع اللعب في ناحيه الشمال، هو دوره تحس ان هو بيعمل كونكتور يعني بالظبط، بيروح ناحيه الطاهر. بص الخريطه الحراريه دي بتاعت برونو سافيو في النص وفي بيميل في الشمال، الخريطه هتلاقيها بص كصانع العاب وناحيه الشمال مع احمد عبد القادر بالظبط، دي حاجه كويسه يعني بيتحرك بشكل كويس قوي. ميزه سافيو تحركاته، لو استعرضت حتى ارقامه لو نستعرض ارقامه على الشاشه هنلاقي ان هو عامل ارقام كويسه برضو بالنسبه لاول مباراه، اول 77 دقيقه بيلعبها النهارده الراجل. تمريراته الصحيحه، تمريراته الصحيحه بنتكلم نسبتها كويسه 23 من 32، استقباله الكره واحده بس اللي ما كانتش صحيحه، المراوغات بتاعته المحاولات اللي عملها كلها ناجحه بنسبه 100%، فقدانه للكره تحت ضغط 2 من 3 مرات وفقد فيها الكره. فالنهارده نقدر نقول ان النادي الاهلي تعاقد مع لاعب جيد نبني عليه، ما نقدرش برضو تاني نقول حكم مسبق ان هو لعيب سوبر احنا بنتمنى طبعا ان هو يبقى افضل حاجه، لكن في الاول ده 77 دقيقه مهما كان ايه اللي هيحصل من لاعب كمان ولا بعد الماتش الثاني ولا الثالث ولا وكابتن اسلام محترف كان في دوري بوليفي امريكا الجنوبيه يعني جاي ثقافه مختلفه طريقه لعب مختلفه لازم يطبق على زمايله، ده الطبيعي. فنتمنى ان الناس تهدى شويه وهي بتتكلم عن النادي الاهلي، وان شاء الله لما يشوفوا جمهور النادي الاهلي في ماتش الاتحاد المنستيري الناس تبتدي تهدى وتعرفوا ان جمهور النادي الاهلي بيحمي لعيبته وبيحمي زي العاده بيحمي لعيبته وبيحمي جهازه الفني. دي برده هنا تحركه في الكره الثابته كان كويس جدا لتالق، نقدر نقول تالق حارس اتحاد المنستيري، من الحاجات الكويسه ان هو يعني بالنسبه لهم طبعا هو حمى مرمى فريقه، لكن هنا اللعبه دي الكره العرضيه اتلعبت في مكان مميز وهو اتحرك سرق نفس لعبه الهدف، سرق المدافعين وقدر ان هو يعمل يخلق فرصه محققه للنادي الاهلي، ولكن تالق حارس اتحاد المنستيري هو اللي منع فرصه الهدف دي. نبص برضه على ارقام محمد عبد المنعم، واحد من نجوم الماتش رقميا محمد عبد المنعم عمل ماتش هايل. لو استعرضنا ارقامه هنلاقي ان هو اكثر من استعاد الكره الثانيه واكثر من قام بتمريرات في المباراه وطبعا سجل هدف، فاكثر من قام بتمريرات دي بتدل ان هو بيحضر من تحت بشكل كويس يعني. بص على الارقام، التمريرات الصحيحه 65 تمريرة صحيحة من 69، أكتر لاعب في الماتش عامل تمريرات، دليل إن كورته حلوة جدا من تحت محمد عبد المنعم، وكان يعتبر مفتاح بناء الهجمة من تحت. الحاجة التانية استعادة الكورة اللي هو قطع كرة البول 15، السكند بول الكرة التانية 13، أكتر من استعاد الكرة التانية 13. طبعا سجل هدف فأخد تقييم بالدرجات عالي، يعتبر هو بالأرقام أفضل لاعب بالأرقام، لكن برضو بشوف إن أكرم توفيق الحمد لله على السلامة، ربنا إن شاء الله يحميه، واحد من أحسن الناس يعني بصراحة عودته مكسب كبير جدا. مظبوط. يعني محمود متولي في مركز المساك لعيب كورته حلوة ومكسب كبير، أكرم توفيق النهاردة وجوده، أدي أرقام أكرم توفيق، دقايق المشاركة 90، محاولات عامل محاولتين على المرمى، تسديدتين من القادم من الخلف بالظبط، تمريرات صحيحة عامل 69 منهم 55 صح،
استقبال الكوره 45 صح من 45، اهم حاجه استعاده الكوره. بص على استعاده الكوره كم مره، 18 اعلى من محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان 13 او 14، ده 18 استعاده الكوره، 18 اكرم توفيق، فقدان الكوره تحت ضغط 4 من 5، ارتكاب اخطاء واحد، اخطاء لصالحه 2. وعلى فكره مهمه جدا ارتكاب اخطاء واحد دي يا كابتن اسلام، لان مزبوط. اكرم كان تدخلات، يعني هو عائد من اصابه طويله في الملعب، هو كان بيخش بقوه اللعيب عشان يسترجع الكوره، فالنهارده كون هو وهو بيعمل التدخلات بتاعته دي ما بيعملش فاولات، فدي برده حاجه ايجابيه نشكره عليها، يعني نتمنى له ان هو يستمر وتبقى ميزه كويسه ان النادي الاهلي النهارده لما يستعيد اكرم توفيق في الجبهه اليمنى موجود فيها محمد هاني وكريم فؤاد، الموسم الماضي برضو خد عدد من المباريات خصوصا في الاخر وكان مميز، فالنهارده الجبهه اليمنى تقدر تطمن ان النهارده لما تلعب عدد متتالي من الماتشات يبقى في فرصه جيده جدا للروتيشن والراحات، فدي من الحاجات الكويسه لاكرم توفيق. المباراه دي نتمنى طبعا يبني عليها، واكيد ان شاء الله مباراه بعد اخرى الامور بتاعته هتتحسن بشكل كبير. يعني اخيرا اهم مكاسب هذه المباراه، اعتقد ان هو مكسب مهم جدا للنادي الاهلي، ان انت بتكسب بره ملعبك، بتستعيد المكسب بره الملعب، ده حاجه مهمه جدا. شخصيه البطل تبدا البطوله، المدرب ذات نفسه كمان مارسيل كولر ثقته بتزيد في نفسه، الجمهور ثقته بتزيد، اللعيبه كمان بتبدا تثق في المدرب بشكل كويس، بتبدا بفوز مهم جدا خارج ملعبك، بتفرض جرأه هجوميه وشخصيه وبتستحوذ وبتوصل درجه استحواذك ل 61%، بتعمل محاولات 8 محاولات على المرمى، فاعتقد ان هي بدايه. كل ده بس بدايه، يعني كل ده بدايه، لكن لسه مستنيين الشوط الثاني. كل ده شوط، احنا عدينا شوط واحد، لسه الشوط الثاني لازم نعرف ان احنا لسه ما صعدناش، احنا لسه عندنا شوط ثاني يوم السبت. ايمن يعني اكمل على كلام احمد، فكره ان برضو الفوز في بلس 90 اللي هي دي الحاجه اللي بتميز النادي الاهلي دايما، فكون مع كولر كمان في بدايته دي حاجه كويسه خارج الارض. اكرم توفيق من وجهه نظري مكسب مهم جدا عودته، لان اضافه قويه جدا، الفوز خارج الارض في دوري ابطال افريقيا قبل الموسم دي برضو زي ما نقول الفوز دايما يا كابتن اسلام وحضرتك كنت لاعب وعارف المكسب بيجيب مكسب، دي خليك تلعب من غير ضغوط، كمان حاله الجمهور نفسه كنا مشتاقين لمباريات النادي الاهلي برضو، ضغط المباريات وتعبنا، ولكن تحس 40 يوم او اكتر من 40 يوم كتير قوي ان النادي الاهلي ما بيلعبش ماتشات، فدي كل دي مكتسبات جميله. كان يوم اديك في كاس العالم هتسيب هولندا وتتفرج على حلو، والله مبسوطين يعني لازم لا في حلو هتتفرج على الاهلي يعني ان احنا نشوف لكن حاجه ثانيه حاجه كويسه، وكمان يعني النهارده نقلل من علينا الضغط في فيما بعد اللي هو يناير، ان استاذ احمد دياب اعلنوا في المؤتمر ان الدوري يخلص يوم 30 تحت اي مسمى، فكويس ان احنا نلعب في وقت كاس العالم بعض الماتشات، برضو لو هنلعب كاس او حاجه عندنا القايمه بتاعتنا تستحمل، فربنا يكرم يا كابتن اسلام. انت بتشجع مين بقى في كاس العالم؟ انا بشجع مصر. ما مش موجوده؟ طيب يا راجل بجد تونس عشان معلول بقى، دي فكره جديده ان هي مش موجوده. انا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا يا ابو حميد على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا ايمن على وجودك معانا. بالمناسبه طبعا انا عارف، لكن انا بهزر عشان عارف هتاخدوا الكلمه لك. بص اقول لك مش عارف ما يعرفش، انا بهزر طبعا. والله بجد هيعملوا فيديو على الحته دي عشان لما تلاقوا تبقوا عارفين. بعد 24 ساعه الفيديو، بعد 24 ساعه يا عم خمس دقايق، ده خمس دقايق هتبقوا حاطينه على النت، بيحبوني يا اسطى. عموما ماشي، عموما انا سايب كل حاجه في وقتها دلوقتي، بعدين نبقى نتكلم في هذه المره. بشكركم شكرا جزيلا يا احمد وايمن على وجودكم معانا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير غدا في تمام الساعه 10.